قال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشن حملة إلكترونية نحو الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية. وقال أكثر من 13 من المسؤولين الحاليين والسابقين إن هذه الحملة التي يدعمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون تهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا. وزادت كثافة هذه الحملة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بالتوازي مع فرض المزيد من العقوبات على إيران.